السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. بإذن الله سبحانه وتعالى هنشرح لاب الستاندرد اكسس ليست. احنا إن شاء الله هناخد لابين في الاكسس ليست، ناخد لاب الستاندرد اكسس ليست وده اللي هنشتغل عليه في المحاضرة بتاعت النهاردة، وهي المحاضرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد الاكستندد اكسس ليست كونفجريشن. تعال نشوف هنحل لاب رقم كام. احنا هنحل لاب رقم 18. بيقول لك يا سيدي ادي عندي دي التوبولوجي بتاعتي، تمام، دي الايه التوبولوجي بتاعتي، وطالب منك بقى شويه طلبات. يعني خلي بالك على راوتر 1 انا متصل متر كوماند 0، راوتر 3 3.0، راوتر 4 4.0، راوتر 2 2.0، وفي وين لينكس طبعا ما بين راوتر 1 راوتر 2 راوتر 1 راوتر 3 راوتر 3 راوتر 4 وهكذا. anyway طيب كمان كلام جميل. المطلوب ايه؟ بيقول لك يا سيدي deny 192.168.1.0/24 from reaching 2.0/24. تمام، فين 1.0؟ هو عايز 1.0 ما تقدرش تروح لايه؟ ل2.0. قاعده الاكسس الستاندرد قلت لك ايه؟ طبقه بالقرب من الديستنيشن اوبجكت. يعني هنطبقه على ايه؟ على راوتر 2. الافضل بقى نطبقه على راوتر 2، فاحنا هنظبط الاكسس ليست بحيث ان احنا نخليها على فاست ايثرنت. ممكن نخليها على فاست ايثرنت وانس للزيرو اوت باوند، تمام، ونعمل اكسس ليست ديناي اكسس ليست 1 مثلا ديناي 192.168.1.0 اني واي، تمام. وبالتالي انا كده فعلا منعت الايه الشبكه دي كلها ان هي تطلع لايه ل 2.0. ممكن اخليها 0 على اطبقها على فاست ايثرنت للزيرو ان باوند، تمام. بس المشكله ان في حاله ان افرض مثلا بي سي 5 عايز يروح مثلا لايه لبي سي 8، تمام. لو انا خليت على فاست تنزيوس لزيرو الاكسس ليست، ولكن لو انا خليتها زي ما احنا قلنا على فاست تنزيوس لزيرو امباوند، فبالتالي هكتب ايه؟ هكتب اكسس ليست ديناي مثلا 192.168.1.0. اوكي تمام، ما هو كده. افرض مثلا بي سي 5 عايز يطلع البي سي 8 وبيطلع عن طريق فاست تنزيوس لزيرو، بيمشي بالطريق ده، هل فصل الفرنسي يوش تزيرو هيعديه؟ الاجابه لا، تمام. فطبعا افضل مكان ان انا اطبق الاكسس ليست هنا على ايه؟ فصل ايثرنت 1 سلاش 0. ادي عندي اهو راوتر 1 التيرمينال او الكونسول التيرمينال بتاع راوتر 1 راوتر 2. انا طبعا هعمل الاكسس ليست فين؟ هعملها عند راوتر 2. اوكي، بس قبل كل ده هعمل بس تشيك، هعمل شو اي بي راوت، شو اي بي راوت اهو، تمام. لو انا رحت مثلا من بي سي 1 عملت بينج، بس الاول ادوس شو اي بي، تمام، ملوش اي بي، اديله اي بي بقى اي بي 192.168.1.10/24. هو عايزني هنا ادي بي سي 1 1.10 وهي ديفولت 1.1، وهروح لي بي سي 6 وادي بي سي 6 مثلا اي بي 192.168.2.20/24، الديفولت جيت واي هيكون ايه 2.1. عظيم جدا 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 الكلام ده، حلو قوي، تمام. نروح الى بي سي 1، نحاول نبينج من بي سي 1 الى بي سي 6، يبقى هبينج على 2.20. بيقول لك ريتشبل ولا ايه؟ تاني كده 2.20 المشكله يعني. طب هنبينج من بي سي 1 على راوتر 1، تمام، نبينج من بي سي 1 على راوتر 2. في مشكلة هنا بي بي سي 6. طب لو رحنا بي سي 6 بنجري على ديفولت جيت واي 2.1 بيبينج اهو، تمام. طب لو رحت بي سي 1 ارجع تاني communication administratively prohibited. اوكي تمام، هو بيرد من عن طريق 10.0.0.2. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، شو رن. انا نسيت حاجه. المفترض الاكسس ليست محطوطه على اللاب ده، تمام. هتقول لي يا باشمهندس طب كده هنشتغل ازاي؟ اقول لك لا، ما انت الاول قبل ما تفتح اللاب، اول ما تفتح اللاب قبل ما تعمل له ستارت اب، هتروح جايب امبورت كونفيجز فروم ا دايركتوري، ثم تروح الى مكان اللاب وتفتح الايه نلود البيزك كونفيجريشن او الكونفيجريشن الانيشال. هتلاقيها هنا ستاندرد لاب الانيشال اهو فوق بروجكت فايلز، سيلكت كان شغال اللاب،
تمام. بي سي 1 تاني. يلا يا عم، اي بي 1.10/24 جيت واي 1.1، ونروح الى بي سي 6 اي بي 2.20/24 جيت واي 2.2 2.2 2.1. نبينج بقى من ام بي سي 1 الى بي سي 6، ماشي. بينج 2.20، البينج مفترض هنا يشتغل اهو، اهو تمام. حلو قوي كده. احنا عايزين نطبق الاكسس ليست، نطبقها فين؟ طبعا عند راوتر 2 زي ما احنا قلنا، لان دي ستاندرد، قلنا الستاندرد نحاول نقرب بقدر الامكان الى الديستنيشن اوبجكت. هروح على راوتر 2، تمام. ممكن اكريت الاكسس ليست دي بطريقتين، سواء ستاندرد او اكستندد، طريقه النمبرد اكسس ليست وطريقه النيمد اكسس ليست، تمام. طيب تعال نشتغل بالنمبرد. انا ممكن اكتب اكسس ليست، ها، من 1 ل 1000، من 1 ل 99، ده بيعتبر ايه؟ اي بي ستاندرد اكسس ليست، ده ستاندرد. اما لو انت عايز تشتغل اكستندد فانت هتشتغل على رقم من 100 ل 100 199. عشان كده كنا بندي ايه اكسس ليست ايه 101، خدتوا بالكم؟ طيب كلام جميل جدا. فاحنا هنا هنكتب اكسس ليست هشتغل على ستاندرد، فاكسس ليست 1 تمام، بيرميت اوكي. انا لا انا عايز اعمل ديناي بقى، هعمل ديناي 192.168.1.0، والوايلد كارد ماسك، الوايلد كارد ماسك هنا كام بقى؟ ان هو هيكون 000255، اللي هو حاصل طرح سبنت ماسك بتاعت 192.168.1.0 من ايه؟ سلاش 32، من 255 255 255 255، عظيم. طيب فبعدين ممكن اكتب لوج. لوج يعني ايه؟ يعني لو حصل اي ايه ديناي او كده، يعني الاكسس دي لو طبقت يظهر لي رساله بتوضح ذلك. ثم انا كده كريت الاكسس ليست، ممكن اكتب دو شو اكسس ليست، دو شو اي بي اكسس ليست، فهيبين لي هنا ان ادي اكسس ليست نمبر 1 اهو، دي اول سطر فيها اهو. خلي بالك ان اول سطر بيتكريت في الاكسس ليست بياخد رقم 10، تاني سطر بعده بياخد رقم 20، تالت سطر بياخد رقم 30 وهكذا، تمام. طب افرض انت كريت سطر رقم 10 وسطر رقم 20 وعايز تكتب سطر كمان، بس عايز تحطه ما بين ال 10 وال 20، ساعتها بقى انت هتكتب نفس السطر بتاع الاكسس ليست، ولكن من قبليه ايه؟ من قبليه رقم مثلا 15 مثلا، تمام. وبعد كده تدوس ايه؟ لا تقريبا مش هنا، ثواني كده. اكسس ليست، طب تعالوا نجربها كده، ادي اكسس ليست. شكلها مش موجوده هنا، تقريبا في النيمد، في النيمد يا شباب. 10 اكسس ليست ما تنفعش طبعا، ما تنفعش في النيمد. لو انا عايز احط بقى لاين ما بين تو لاينز انا مكريتهم اصلا، ده في حاله بقى لو انا ايه عملته نيمد. تقريبا انا ممكن اخش اي بي اكسس ليست ستاندرد 1، اهو اهو ممكن اخش بيها بالطريقه دي، اي بي اكسس ليست ستاندرد 1 كده، يدخلني على ايه؟ سب مود، السب مود بتاع ستاندرد 1. اوكي تمام. وبعدين خلي بالك دي طريقه النيمد على فكره، يعني انا دخلت على اكسس ليست 1 النمبر ده انا عملتها بطريقه النمبر ده، ممكن اخش عليها بطريقه النيمد، اكتب اي بي اكسس ليست ستاندرد 1 تمام. ثم اكتب مثلا ايه 5، بص 5، يعني اللاين ده ممكن اقول له مثلا بيرميت 192.168.3.0 لوج بيرميت 5، يعني المفترض هتطلع فوق السطر الموجود على الاكسس ليست اللي هو نمبر 10، صح ولا لا؟ دو شو اي بي اكسس ليست، اها هتلاقي بص 5 طلعت فوق ال 10 اهي، تمام. بس الطريقه اللي انت لازم تكتب اي بي ستاندرد اكسس ليست 1 وكده تخش على ايه؟ اي بي اكسس ليست ستاندرد 1 وكده تخش على السب مود كونفجريشن الخاص بالستاندرد اكسس ليست وتكتب الايه؟ السطور بتاعتك. طب انا مش هحتاج طبعا السطر اللي انا ضفته ده، ده كده ايه كمثال كنت بوريه لك. فهنخش تاني اها، وبعدين ده، وبعد كده نحط النو no. حلو، اكزيت اكزيت تمام، عظيم. شوف بقى شو اي بي اكسس ليست اهو، تعالى بقى نروح من بي سي 1 بينج كده. يلا يا سيدي ببينج ليه؟ قال لك اصل انت عملت الاكسس ليست بس انت ما طبقتهاش، فانت لازم تروح لايه بقى؟ الانترفيس اللي هتطبق عليها فاصل 80 0 0 تمام،
لا هي وانس للزيرو. طيب انترفيس فاست ايثرنت وانس للزيرو دي اللي واصله باللوكال نتورك اللي جوه. اي بي اكسس جروب، اسم الاكسس جروب ايه او رقمها؟ رقمها واحد. تمام، عايز تطبقها ان باوند ولا اوت باوند؟ لا انا عايز اطبقها ايه، اوت باوند. تمام كده، الباكيت هتروح اوت اوف فاست ايثرنت وانس للزيرو فروم ايه 192.168.1.0. عظيم. تعالى بقى نعمل مره تانية يا سيدي. ها بيقول لك كوميونيكيشن بروهيبيتد. هنا لو رحت بص يا سلام على الجمال، لو رحت للراوتر 2 هيقول لك ايه، ان بي ليست 1 دينايد، قفل كونكشن جاي من 1.10 الى 1 الى 2.20 1 باكيت. عمل دلوقتي لحد دلوقتي ايه، عمل دلوقتي لحد دلوقتي بروهيبت او منع 1 باكيت. تمام، وهنا على فكره هنا الرساله على بي سي 1 بيجيب لك ايه، بيقول لك ايه، بيقول لك ان الكوميونيكيشن administratively prohibited. prohibited من مين؟ من 10.0.0.2. يعني هو خلي بالك من 10.0.0.2 اي بي فاست ايثرنت يوز لزيرو على الوان لينك اللي ما بين راوتر 2 وراوتر 1. فالرساله بتروح للاي سي بي لحد راوتر 2 عند فاست ايثرنت يوز لزيرو، جايه حابه تطلع اوت الوانس لزيرو فتعرضت للاكسس ليست 1 فاتمنعت فرجعت مره ثانيه، فراجع رد عليك الرد ده. عظيم. هنا بقى ممكن تروح كانديكيشن بالنسبه لك، تكتب كده شو اي بي اكسس ليست، تتاكد الاكسس ليست دي اتطبقت ولا لا. ممكن تكتب اكسس ليست 1 تمام، دوس انتر، بيقول لك ذا اكسس ليست 1 اول سطر اللي هو لاين 10 اتطبق على 5 باكت 5 ماتشز، يعني هو عمل ماتش طابق 5 باكت واتطبق عليهم. تمام، فبالتالي لو انت رحت البي سي 1 هو بعت فعلا كام باكت؟ بعت ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، الخمسه دول اتطبقوا مع الاكسس ليست اللي موجوده هنا. تمام، طيب كلام جميل. احنا ممكن على فكره نطبق الاكسس ليست دي بطريقه النيمد. هعملها ازاي طريقه النيمد؟ الاول بس هعمل نو اكسس ليست 1 كده، مسحت الاكسس ليست 1 دول شو اي بي اكسس ليست مش هتلاقيها. عظيم. اعمل بقى اكسس ليست نيم اي بي اكسس ليست ستاندرد. تمام، ممكن اديها رقم، فانا كاني عملته نمبر ده بس بطريقه النيمد، او ممكن ادي لها اسم. تمام، نو فيرست نتورك. تمام كده، اسميها كده مثلا. حلو، وبعدين هطبق اكتب اللاينز بتاعتي دي 9 192.168. دي الطريقه الثانيه، خلي بالك 100.0.0.0.255 لوج. تمام، ثم هنطلع اكزيت ونروح على فاست ايثرنت زيروس لزيرو. هنعمل الاول نو، بص لو انت رحت، انا اسف، فاست ايثرنت وانس لزيرو، لو عملت دوش ورن انترفيس فاست ايثرنت وانس لزيرو هتلاقي ان الاكسس 1 لسه متطبقه، لسه مسمعه على فاست ايثرنت وانس لزيرو مع اني مسحتها. فانا محتاج الاول امسح نو اي بي اكسس جروب 1 اوت، ثم بعد ذلك اكتب اي بي اكسس جروب 1 اسم الجروب ايه بقى؟ اسمه نو فيرست نتورك، واكتب ايه اوت. طب تخيل لو انا جيت كتبت الدبليو، خلي بالك الدبليو ده لو كتبتها سمول لازم تكون كي سنسيتيف، وخلي بالك هي كده مش هتطبق. تمام، هي كده مش هتطبق لان الاسم هنا مخالف للي فوق. تمام، المفترض تكتب هنا الدبليو. تمام، لو جيت عملت دبليو دبليو كابيتال دو شو ران اهو. تمام، فبالتالي لو رحت البي سي 1 عملت برضو نفس الكلام مره ثانيه، هوب مفيش. اقول لك بص، بيقول لك اهو اكسس ليست 1 اهو، الاكسس ليست اللي هي نو فيرست نتورك دينايد 1.1 اللي هو يروح ل 2.20 1.10 انا اسف، هو يقصد 1.10 الزيرو بتاعت الواحد يعني 10 1 باكت. عظيم. طب لو انا جيت عملت دو شو اي بي اكسس ليست نو، تمام نو فيرست نتورك اهو، يقول لي في 5 ماتشز عندي دلوقتي. عظيم جدا. طيب كلام جميل. تاني اوبجيكتيف، يبقى انا حققت لك اول اوبجيكتيف مره بال ال الستاندرد اكسس ليست، ومره انا اسف مره بالنمبر اكسس ليست، ومره بالايه؟ مره بالنيمد اكسس ليست. تمام؟ طيب كلام جميل. المطلوب التاني بيقول لك انا عايز امنع 2.10 كبي سي، خلي بالك 2.10 كبي سي ان هو يطلع للطريق للشبكه اللي هي 3.0. تمام، افضل طريقه ان انا اعمل ايه، اطبق طالما ده ستاندرد هطبقه اقرب الى لاقرب راوتر الى الديستنيشن اوبجكت اللي هو فين 3.0 اللي هو اللي تحت، فبالتالي هطبقه على ايه، راوتر 3. ايه الانترفيس المناسبه
الانترفيس اللي داخله على الديستنيشن اوبجكت اللي هي ايه 1 سلاش 0. انا هروح بقى على ايه راوتر 3. تمام، خلي بالك اللي طالبه منك امنع 2.20 اللي هو بي سي 6 ان هو يكونكت على ايه الشبكه دي. فانا اروح راوتر 3، راوتر 3، وهمنع الهوست اللي هو الاي بي 2.20 ان هو يكونكت على الشبكه دي. تمام، فهروح هنا للراوتر 3. و تحبوا تكريتو نيمد ولا نمبرد؟ انا افضل اكريتو طالما ستاندرد، ممكن اكريتو نمبرد. اكسس ليست 1 ديناي امنع 192.168.20. تمام كده، بس خلي بالك انا عايز اعمل ديناي هوست. تمام، 192.168.20 لان ده ايه، لان ده اي بي جهاز انا عايز امنعه. حلو، بس في مشكلة، هنلاحظ ايه هي المشكلة دلوقتي. تمام، واعتقد المشكلة دي موجودة برضو عند راوتر 2. تمام، اعتقد المشكلة دي موجودة عند راوتر 2، بس هنخلينا الاول في راوتر 3. تعالى الاكسس اللي عملناها في راوتر 2 برضو فيها مشكلة برضو، يعني انا نسيت اقولها لكم. بصوا يا شباب، كملوا معايا كملوا معايا، انسوا المشكلة دي وهي هتظهر لنا قدام دلوقتي، وهنشوف هنحلها ازاي. هنخش على 1 سلاش 0 ونعمل ايه اي بي اكسس جروب ها 1 ها اوت، صح كده، عظيم. تعالى يا سيدي من عند بي سي 6، هتفتح بي سي 6 وهتفتح بي سي 2، صح كده. تعالى نفتح بي سي 2، بي سي 6 لو انا جيت بنكت من بي سي 6 على 1 دوت انا اسف 3.1 اهو. تمام، مش هبينج ليه؟ تعالى الى راوتر 3 ودو شو اي بي اكسس ليست. هو عمل ديناي فعلا، ولكن ايه المشكلة؟ تمام. طب ثواني كده اروح اشوف راوتر 2 اصلا دو شو اي بي راوت. هل راوتر 2 يعرف 3.0؟ يعرف 2 بينج 3.1 بيعرف. تمام، اوكي. طب تعالوا نروح من بي سي 6 بينج مثلا على مثلا ندي البي سي 3 اي بي 3.10 اي بي 3.10 سلاش 24 على 3.1 ونبينج من بي سي 6 على 3.10 ريكوست تايم اوت ار 3 شو اي بي اكسس ليست 1 3 ماتشز. 3 ماتشز منع فعلا بي سي 6 ان هو يطلع لايه بي سي 3. طيب كلام جميل، تعال نروح بقى. بص هنا دي المشكله بقى، انا منعت بي سي 6 صح؟ طب بي سي 2 هل ممنوع؟ لا مش ممنوع، المفترض الاي بي بتاعه ايه؟ 168 10 دوت ايه؟ دوت 10 سلاش 24 هيروح على 192.168 ايه؟ 2.1. انا منعت فقط 2.20 صح 2 دوت او ماي جاد، ثواني كده. راوتر 3 المفترض امنع 2.20، يعني امنع بي سي 6 ده المفترض، المفروض ان ده امنع 2.10، يعني امنع بي سي 2 لان بي سي 2 اللي فوق ده اللي هياخد ايه 10. تمام، فانا بالتالي هروح لبي سي 2 ماشي اوكي، هروح لراوتر 3 وهعمل نو اكسس ليست 1 اكسس ليست 1 ديناي هوست 2.10 اهو، عظيم. تعالى بقى بينج من بي سي 2 على راوتر بي سي 3 اللي هو 3.10 3.10 اهو راوتر راوتر 3. تعالى بقى دو شو اي بي اكسس اهو او 3 ماتشز. تمام، تاني 4 ماتشز ف ها 4 ماتشز طبق 4 باكت طبقة الايه طبقة ال الاكسس ليست. تمام، طيب كلام جميل، تعالى بقى نروح من بي سي 6 بينج. انا منعت مين؟ منعت بي سي 2 صح؟ يعني مفترض بي سي 6 يعرف يبينج على بي سي 3 ولا لا؟ تقول لي تمام، هتروح كده 3.10 المفترض اهو مش هتلاقيه. تمام، ولو انت رحت سبحان الله، لو رحت الراوتر 3 وجيت عملت دور شو اي بي اكسس ليست هيقول لك 4 ماتشز، يعني الباكت بتاعت بي سي 6 ما اتطبقتش على اول لاين. تمام، لكن هي اتوقفت، مين اللي وقفها؟ سطر الامبليسيت ديناي. حلو، فانا المفترض اعمل ايه هنا؟ قلت لك عشان اقدر انا دلوقتي عايز امنع 2.10 بس. تمام، اي جهاز غيره مسموح، فانا هعمل ايه؟ اكسس ليست 1 بيرميت اني وادوس انتر. لو جيت كتبت دو شو اي بي اكسس ليست
هتلاقي ان اكسس ليست 1 بيرميت اني دي نزلت تحت الديناي، فانت 2.10 هتعدي على اول لاين هتتعمل لها ايه؟ ديناي. لكن اي جهاز تاني او اي ترافيك تانية هتنزل على اللي تحت تمام مش هتعمل لها ديناي ولا حاجه، الامبليسيت ديناي لا هتعمل لها بيرميت عادي جدا. فروحت البي سي 6 وجيت بنكت مره تانية المفترض يبينج معايا، هنشوف كده. اوه ده مش في بينج. اوكي. طيب رحنا هنا دو شو اي بي دو شو ران انترفيس فاست ايثرنت وانس لزيرو. اوت اهو تمام. بي سي 6 روح كده ل 2.1 بيبنج اهو بيبنج اهو. طب لو رحنا 3.1 طب لو رحنا 3.10 شوية باكسس ليست هيبر ميت 17 انيا 17 ماتش. ليه بقى بي سي 6 مش بيبنج؟ اقول لك ليه. بص يا سيدي اقول لك، لو انت بص يا سيدي هو لو انت هو المفترض بيروح لحد بي سي 3، هو فعلا بيوصل له تمام. يعني انا لو عملت ستارت كابتشر هنا تمام، هي مش البينج ايكو ايكو ريكوست ايكو ريبلاي، يعني مفترض بيطلع بينج بيروح مثلا عن طريق ار 1 يروح لايه لار 3 بي سي 3، كان بي سي 3 يرد بايه بايكو ريبلاي. الايكو ريبلاي دي بقى هي اللي ما بتوصلش لحد بي سي 6، عشان كده بيجيب لك ريكوست تايم اوت. ليه؟ هي الايكو ريبلاي دي مش هتمشي كده وهتطلع اوت باوند فاصل ايثرنت واصل لزيرو. هتقول لي اه، هقول لك طب كلام جميل. لو انت رحت الراوتر 2 وجيت عملت دوش ران على انترفيس فاست ايثرنت واصله لزيرو، مش فاست ايثرنت واصله لزيرو هيخضع الباكتس اللي طالعه اوت باوند منه على الاكسس ليست دي؟ هتقول لي المفترض اه. هقول لك طب طب كلام جميل، طلع لي الاكسس ليست دي اللي هي اسمها نو فيرست نتورك. المفترض بي سي 3 هيجي اوت اوف ذا سورس ايه 3.10، هل بيطابق اول لاين؟ لا مش بيطابق اول لاين، صح ولا لا؟ هيقوم نازل لللاين اللي تحته. ايه هو اللاين اللي تحته؟ اللي هو امبليسيت ديناي. فيقوم راوتر 2 عمل هوب قافل الريكوست ريبلاي الايكو ريبلاي ان هي توصل لبي سي 6، صح ولا لا؟ فانت بالتالي افضل بالتالي برضو عايز تلغي الامبليسيت ديناي اللي في الاكسس ليست دي، هتعملها بوست ايه البرميت اني. فانا هروح ل اي بي اكسس ليست ستاندرد نو فيرست نتورك وهعمل بيرميت اني واجرب تاني. بص يا شباب تمام. ممكن بس اعمل نو بيرميت اني نو بيرميت اني اني تمام. تعالى نجرب بقى بينج من بي سي 6. بص هنعمل كابتشر هنا تمام، هنا المفترض هنا هتلاقي الايكو جاي من بي سي 6، لكن لو عملنا كابتشر هنا مش هتلاقي الايكو ريبلاي جايه البي سي 6. هنشوفها دلوقتي، دي بتاعت الايه اللي عند بي سي 3. تعال نبينج من بي سي 6 كده اهو تاني 3.10 اهو، ادي الايكو ريكوست اهي الايكو بينج ريكوست اهي تمام، وده برضو بيرد عليه بريبلاي 3.10 يرد عليه بريبلاي. لكن هل الريبلاي بيوصل هنا؟ انت شايف كله ريكوست صح؟ لو انت بص جيت اي سي ام بي وهنا برضو اي سي ام بي. تعال اهو بص يا سيدي 22 بعت اللي هو بي سي 6 بعت لبي سي 3 اي سي ام بي تمام، بعت له ايه ايكو ريكويست، بعد كده بعت له ايكو ريكويست، بعد كده 3.10 رد على 2.20 بايه ببينج ايكو ريبلاي. انا ليه انا بكابتشر هنا، ففعلا الايكو ريبلاي واصله لي، لكن هتيجي هتلاقيها واصله لك هنا برضو، وهتلاقيها مش واصله لك هنا ولا واصله هنا، بدليل اللي انت رحت هنا عملت اي سي ام بي هتلاقي بينج ريكوست 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 ريكوست. طب فين الريبلاي اللي بعتها 3.10؟ مش بتوصل عشان الايه الاكسس ليست الامبليسيت ديناي اللي على فاست ايثرنت واصله زيرو. فانا اروح لروتر 2 وهعمل بيرميت اني عشان الغي الامبليسيت ديناي دي، وبعدين هجرب اعمل بينج مره ثانيه. المفترض دلوقتي البينج هيتم تمام تمام، ادي الايكو ريبلاي بتوصل اهي، الايكو ريبلاي بتوصل. حلو قوي كده تمام. هنروح الى ثالث سطر او ثالث مطلوب، بيقول لك انا عايز امنع 3.10 ان هو يوصل ل 1.10 ل 1.0. 3.10 مش عايز يوصل لايه 1.0 تمام، اقرب نقطه الى الديستنيشن اللي هو عند راوتر 1
هطبق الاكسس ليست دي عند ايه؟ راوتر 1. تعالوا نعملها نيمد. تمام، يبقى هكتب اي بي اكسس ليست، لان ده اقرب واحد للسورس للديستنيشن اوبجكت، اكسس ستاندرد 1، او ممكن نسميها اي اسم. تمام، وبعدين هعمل ايه؟ ديناي، عايزك تمنع الشبكه اللي هي 3.0 اللي الوايلدكارد ماسك بتاعها 255 000255، وبعدين هقول له بيرميت اني. تمام، ليه؟ انا هطبق الاكسس دي فاصل ايثرنت وصل 0 او باوند، فانا مش عايز اي باكت غيرها لو جت تتعرض للامبليسيت ديناي. اي باكت هتيجي مثلا من 2.0 هتيجي ل 1.0 هتيجي اوت اوف فاص ايثرنت وصل 0، هيخضعها الى الاكسس ليست دي، مش هتطابق اول لاين لكن هتنزل على الامبليسيت ديناي، فانا لا هلغي الامبليسيت ديناي دي وبوجود البيرميت اني. تمام كده، بعد كده هروح للفاز انترفيس فاص ايثرنت ايه وصل 0 اي بي اكسس جروب اكسس جروب اوت باوند اوت اكسس جروب 1 اوت باوند او اوت. تعالى يا سيدي بي سي 3، هل هتعرف يا بينج تبينج بي سي 3 الى بي سي 1؟ تعالى كده بينج 161.10، مش في بينج اهو. تمام، طيب كلام جميل، تعالى نبينج من بي سي 2 بي سي 6 الى 1.10. مش في بينج ليه؟ انا منعت 1.0 في حسب 1.0 اللي هي توصل ل 2.0 صح؟ فما ينفعش اجرب بي سي 6، بي سي 6 هيبعت لبي سي 1، بي سي 1 هيجي يرد هيطلع من فاصل 3 واصل 0، هو تاب جاي من سورس 1.0، انا اعمل لها ديناي اصلا على فاصل 3 واصل 0 او باوند هنا عملناها حسب اول مطلوب. لا تعالوا نجرب من بي سي 4. تمام، بي سي 4 اي بي هخليه من 4.10 4.1 168.1.10. او ماي جاد، فين بيقول لك ان هو بيستلم رسالة من 4.1؟ هو هل راوتر 4 عنده اكسس ليست؟ ازاي؟ ده راوتر 4 اهو شو اي بي راوت، هل هتعرف توصل له؟ راوتر 4 اصلا عنده مشكله في الـ في الراوتنج تيبل. طيب يا سيدي كومبي تي راوتر اي اي جي ار بي 1 اوتو سامري نتورك 4 اصفار، يلا يا سيدي استلم الاعلانات. حلو قوي كده، دو شو اي بي اكس دو شو اي بي راوت، راح برمج على الاكسس ليست، هروح البي سي 4 مره ثانيه هنبينج مره ثانيه على 1.10 بي بينج اهو. تمام كده، لكن لو انت اخترت اي مثلا بي سي 3 مش هيبينج على ايه 1.10، لان انا قافل بي سي النتورك اللي فيها بي سي 3 واي نتورك تانية allowed. عظيم، يعتبر اللاب النهارده كان بسيط وسهل واتشرح بطريقه بسيطه. خلي بالك من قاعده الستاندرد، هتطبق ستاندرد طبق بالقرب او على اقرب راوتر الى الديستنيشن اوبجكت. تمام، وعلى الانترفيس اللي طالعه على النتورك اللي انت هتمنع عنها. تمام كده، طيب كلام جميل، انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.